قرار الانسحاب من العلاقة العاطفية أو الزوجية لازم يكون بناء على تفكير ودراسة. أحمد صلاح حسني ضد التسرع في الانفصال. هو الراجل بيبقى فاكر أنه عنده كريدت عند الست أنه يقدر يمشي ويرجع. شيري وهيدي عندهم موقف من الرجالة اللي بتنسحب وبعدين تعيد حساباتها وتحاول ترجع. الرجوعة دي ليه برضه؟ ساعتها بيفتكر أن الست دي ليها قيمة في حياته. راجل واتنين ستات غداً الثالثة والنصف عصراً على أون.